جاي من جيرة العذراء من الجبل الأخضر وحامل معك محبتها وسلامة للفال. أهلا وسهلا فيك بأرض الطباوي أبونا يعقوب، أرض صليب الرب حبيب القلب، وعراسك تاج أنطاكيا، وبإيدك عصا رعاية سائر المشرق، وطلت جبل حريسة اللي متوجته أرزة لبنان. أهلا وسهلا بصاحب النيافة والغبطة بين البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. باسم رئيستنا العامة الأم جانيت أبو عبد الله، وباسم كل أفراد عائلة فالبرجاك، نشكر حضوركم ورعايتكم الأبوية ومشاركتكم لفرحتنا اللي منريدها تكون فرح روحي نابع من فرح الإنجيل. أهلا وسهلا بأصحاب السيادة أبائنا المطارني وبالقائم بأعمال السفارة البابوية بلبنان مونسينيور جوزيف فرانكوني، مرسي داتر بارمينو. أهلا وسهلا بأصحاب السعادة النواب والرئيسات العمات والرؤساء العامين وأخوتي الكهنة الأجلة وخياتي الراهبات. أهلا وسهلا بالمدراء العامين ورؤساء البلديات والمخاتير، وخاصة بلديتي بيقوت وجل الديب. أهلا وسهلا بأصحاب السلك الإداري والدبلوماسي والإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وبكل أصحاب المقامات التربوية والروحية والمدنية والعسكرية والقضائية والكشفية والرياضية، وجميع الأصدقاء الحاضرين وأخوتي المؤمنين الكرام وزوار هالصرح التربوي المبارك. شكر كبير من القلب لعناصر الجيش اللبناني والصليب الأحمر وكل الأيادي البيضاء الخفية اللي لعددها الكبير بيصعب إحصاءها وتسميتها. فالو أغنيك اليوم وفي القلب فخر البنات بروائع أبائهن بأحلام خفقت في صدورهم. أغنيك وفي المقلتين دهشة البنات بمآثر آبائهن، بصور لغد سكنهم، برؤى سباقة ضجت في عقولهم. فالو يا حلم أبي الطباوي الذي أزهر، يا طفلة العناية الإلهية، يا تحفة رجلها كل مئة وأنت بألف خير وخير وخير. يبيلك يا بنت أبي قد هل، ونريده سنة شكر وفرح، نريده سنة مقبولة لدى الرب، فيها نضع اليد باليد والفكر بالفكر، نريده سنة نساند فيها بعضنا لنثب من جديد عائلة واحدة متماسكة، حاملين شعلة الطباوي أبونا يعقوب
وعيوننا صوب الصليب متجهة، تسكنها مئة جديدة خضراء. سلاما يا فالو من وطن كبير، أنت مهد غده. سلاما يا فالو من كنيسة، أنت صومعة قديسيها. سلاما يا فالو من إنسانية، أنت إزميل فكرها وقيمها. يا فالو أراك في من خرجت، في ضمير الطبيب، في جنون الفنان، أراك في دفء الكاهن وفي سلام الراهبة، أراك في نظافة كف السياسيين، في الوطنية الأصيلة التي تضج في كيانهم. أراك يا فالو أرى تلك العلامة التي طبعتها على جباههم، أرى نار الصليب المشع من جبينهم، أراك في عيونهم، وأسمعك في أصواتهم، وأرسمك بألوان أفكارهم. هم الفخر وهم زهر الحلم. يا بنت أبي الطباوي، يا حلمه المورق، باسمنا جميعا أحمل لعينيك على راحتي الليلة هدية بالحب رصعناها وبالوفاء زيناها. هديتنا وعد بجرن العماد أغرقناه، عرابه انتماء وميرونه قدسية أمانة لوصية الطوباوي المؤسس الذي قال يوما: إن أبناء وطني شعب مميز فلا يجب أن يصبح أميا. أيادينا للقسم نرفعها صوب السماء ونقول: نقسم بالله العظيم بأن نحفظ الفالة أمانة أبينا الطباوي يعقوب، وبأن نصونها فتبقى المدرسة، المدرسة التي تربي الإنسان بشموليته وتعده لمستقبل فيه خير الإنسانية والوطن والكنيسة. نعدك أن ننقش على صفحات الطفولة بذهب القيم والمثل، بذهب العلم والمعرفة، بذهب الإبداعية. بوركت جهود كل من مد يده لتكبر الفال، بوركت صلاة كل راهبة مرت الفال في بال صلاتها، بورك عقل كل مرب سكب في حضنها أريج فكره، بوركت يد كل موظف طبع فيها بياض جهده، بوركت يد كل أم وأب أحب الفال وأودعها أغلى ما عنده، بوركت ذكرى كل من أحب الفال وتعب فيها وهو اليوم يحتفل معنا من فوق. محبة ساكنيك يا فال ستبقى سرك، عيوننا إلى الأمام وأيادينا على المحراث، ومن تاريخنا الأصيل سننطلق نحو غدنا. عشتم وعاشت الفال مزهرة. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. يا أبانا السماوي القدوس، أهلنا أن نحتفل باليوبيل المئوي الأول لمدرسة فال بيرجاك، رافعين إليك من أعماقنا الشكر
فخراً واعتزازاً بما قامت به من رسالة تربوية أعطت ثمار خير وبركة في إرساء المعرفة والحقيقة وتفعيل المحبة الكاملة في مجتمع صالح يحب الخير والحق والجمال. فطرف نرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. برخ مور رشريشوني لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الله الآب الذي خلقنا على صورته كمثاله، إلى الابن الوحيد الكلمة الذي صار بشرا مثلنا وردنا إلى صورتنا الأولى، إلى الروح القدس الذي ملأ الأنبياء والرسل والشهداء حكمة ومحبة وشجاعة. بارخ مور ريشريشوني. الصالح الذي له المجد والإكرام على هذا اليوبيل وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. يا ربنا يسوع المسيح نشكرك ونسجد لك ونمجدك، نحن المحتفلين اليوم أمامك باليوبيل المئوي لمدرسة فالبرجاك هاتفين لك ومنشدين. هلم بسلام أيها اليوبيل المقدس الزاخر عبر العصور بتثقيف العقول وتزيين النفوس بالعلم والأخلاق وتوطيد الروح بالحق والخير والجمال. هلم بسلام أيها اليوبيل المقدس المبني على صخرة الصليب المقدس، صليب ربنا يسوع المسيح الحي القائم والآخذ من الإنجيل المقدس وتعاليم الكنيسة دستورا تربويا للحياة كاملة. هلم بسلام أيها اليوبيل المقدس الشاهد الأمين لأبونا الطباوي يعقوب الذي أسس وواكب وطور مدرسته الغالية مجسداً فيها روحانيته حتى اللحظة الأخيرة من حياته بيننا. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا على عطر البخور، بارك جماعتنا الحاضرة وجمهور راهبات الصليب وإدارة المدرسة والأسرة التربوية والأساتذة والأهل والقدامى والمتعلمين. رافق نشاطاتنا الروحية والعلمية والفنية والثقافية والرياضية والكشفية. ثبتنا في التزامنا بك أنت المعلم الأكبر وبالإنسان محور الوجود وبالقيم التي هي الطريق إلى العمق وإلى السمو وإلى الشفافية وإلى الحقيقة. زيننا بفرح الإنجيل لنتقدس ونعلم ونحب ونكون رسل صليب القيامة في خدمة الكنيسة والوطن والإنسان. فيصح القول فينا
إنهم تلاميذ الطوباوي يعقوب ومع إخوتنا وأخواتنا الذين سبقونا نرفع المجد والشكر إليك برخمور ريشريشوني وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس من الآن وإلى الأبد. برخمور أبون ريشريشون تقبل يا ربنا يسوع المسيح بخورنا وصلواتنا التي قربناها في احتفالنا بيوبيل مدرستنا المئوي، وقدرنا أن نقوم بدورنا التربوي والتعليمي في تثقيف عقول متعلمين ليسلكوا دوما طريق الحق والخير والجمال بشفاعة أبونا يعقوب الطباوي برخمور أبون ريشريشوني. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. قديشات ألوه قديشات حي قديشات ألوه قديشات حيل كنو قديشات ميتو إبراهام عليك. قديشات ألوه قديشات حيل كنو قديشات ميتو أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد.
سبحي الرب عني وافرحي بالقديس امدحيه وغني عند الله مرضي رسالة القديس بطرس الأولى بارخ مور ريش ريشوني. المجد للسيد بطرس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين على هذه المدرسة وأسرتها إلى الأبد. يا إخوتي، تواضعوا إذن تحت يد الله القادرة لكي يرفعكم في الوقت المحدد. ألقوا عليه همكم كله لأنه يعتني بكم. أصحوا واسهروا، إن خصمكم إبليس يزأر ويجول كالأسد باحثاً عمن يبتلعه. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن تلك الآلام نفسها تصيب أيضاً إخوتكم الذين في العالم. والله إله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح هو يعافيكم بعدما تألمتم وقتاً قليلاً، ويرسخكم ويؤيدكم ويثبتكم، له القدرة للدهور. آمين. والتسبيح لله دائما. المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. بارخ مور ريش ريشوني من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى، الذي بشر العالم بالحياة فنصل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: لا تهتموا لنفسكم بما تأكلون ولا لجسدكم بما تلبسون. أليست النفس أهم من الطعام والجسد أهم من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، فهي لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن في الأهراء، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم
يستطيع أن يطيل عمره مقدار زراع واحدة. وما بالكم تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو وهي لا تتعب ولا تغزل. أقول لكم إن سليمان نفسه في كل مجده لم يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم وغدا يطرح في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأحرى يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. لا تهتموا إذن وتقولوا ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فهذا كله يسعى إليه الوثنيون، وأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كله. اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وذلك كله يزاد لكم. لا تهتموا إذن بالغد، فالغد يهتم بنفسه ويكفي كل يوم شره. برخمور أبون ريش ريشوني. حقا والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أطلبوا أولاً ملكوت الله وبره والباقي يزاد لكم. صاحب السيادة والآباء، الرئيس العام والراهبات، أصحاب السعادة والمعالي، الفعاليات، أسرة فال بيرجاك، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، يدعون الرب يسوع بكلامه الذي هو جزء من عظة الجبل لنتطلع إلى السماء ونسير في الطريق المؤدي إليها متكلين على عناية الله أبينا السماوي الذي يغدق علينا من جودته ما يعوزنا من حاجات الأرض. إن الطباوي أبونا يعقوب هو لنا المثال والقدوة في الاتكال على العناية الإلهية. عاش راغباً أساساً في البلوغ إلى ملكوت الله الذي يبدأ في هذه الدنيا كزرع ينمو ويثمر متمثل بالكنيسة ويكتمل في السماء عند نهاية الأزمنة. وحقق الطباوي أبونا يعقوب في مدينة الأرض بيد العناية الإلهية أعماله العظيمة: تأسيس جمعية راهبات الصليب، إنشاء دير الصليب ومستشفاه على قمة جل الديب، والمؤسسات التربوية والاستشفائية والاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية، وبات يلقب برجل العناية الإلهية. يسعدنا أن نحتفل معكم ومع جمعية راهبات الصليب الجليلة بافتتاح الاحتفالات باليوبيل المئوي لمدرسة فال بيرجاك التي تحمل شعار وبالعناية تستمر، مستلهما من روحانية الطباوي أبونا يعقوب الذي أسس هذه المدرسة سنة 1919 في جل الديب أولا باسم مدرسة القديس فرانسيس قبل تأسيس جمعية راهبات الصليب، ثم ألحقت بها مدرسة داخلية
ومن بعدها توسعت لتصبح مدرسة ثانوية، وضمت إليها مدرسة ثانوية أخرى مجانية تحت اسم مدرسة مار يعقوب. وفي سنة 1979 انتقلت إلى مكانها الحالي هذا في محيط دير سيدة البير، وأطلق عليها اسم مدرسة فال بيرجاك. إننا نحتفل بيوبيل مئويتها بالتزامن مع الاحتفال ببداية مئوية إعلان دولة لبنان الكبير، فيطيب لي أن أحيي بناتنا راهبات الصليب العزيزات بشخصي رئيستهن العامة الأم جنيد أبو عبد الله، ومجلسها وأسرة المدرسة التربوية برئيستها الأخت ماري، وبهيئتيها الإدارية والتعليمية، وبطلابها وأهاليها، مع أطيب التهاني باليوبيل والدعاء بفيض النعم الإلهية، بتشفع الأب والمؤسس الطوباوي أبونا يعقوب. ونصلي لكي بالعناية تستمر هذه المدرسة الحاملة اسمه، وهو يبتهج بها من سمائه ويرفعها كل حين نشيد تمجيد للعرش الإلهي. ويسعدني أن أرفع معكم ذبيحة الشكر لله هذه، فالله الذي قاد بعنايته مسيرة هذه المدرسة صامدة بوجه ثلاث حروب، اثنتين كونيتين وواحدة داخلية. نشكر الله على أنه حفظها فظلت أمينة لوصية مؤسسها الذي قال: ما يكتب على صفحات الطفولة لا تقوى يد بشرية على محوه. من أجل هذه الغاية وسعت المدرسة أبنيتها وملاعبها، وانتقت خيرة المعلمين والمربين، ورفعت مستوى التعليم والتربية على نهج الطوباوي أبونا يعقوب، ونوعت نشاطاتها وهي بمحبة المسيح تربي طلابها 2500، وتتعاون مع 170 مدرسا ومئة موظف. إننا نحييهم جميعا ونتمنى لهم دوام النجاح والازدهار وفقا لروحانية أبونا يعقوب ونظرته التربوية. فهو أبونا يعقوب يذكر المعلم والمدرسة بأن أهل التلامذة والوطن أوكلوا إليهم أمر أولادهم، وجعلوهم كوديعة ثمينة كريمة بين أيديهم، ليخرجوا منهم رجالاً ونساءً عالمين وعاملين في الكنيسة والمجتمع والدولة. فطفل اليوم يقول هو رجل الغد، ويدعو الأهل لتحمل واجبهم في تربية أولادهم بالتعاون مع مدرستهم، ويقول لهم: الطفل الذي بين أيديكم هو كالطينة المرنة، يدب ويشب ويشيب على الشكل الذي تعطونه إياه في فتوته وشبابه، وستجدون ما غرست أيديكم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ويذكر أبونا يعقوب الأم أن محبتها لبنيها لا تكون بالقبلات والتغاضي عن الهفوات، إنما عليها أن تغرس المبادئ السامية الشريفة في طينتهم المرنة. ويذكر الأب بواجب المحافظة على سلطته إزاء ابنه، فإذا رأى فيه عيبا أو سمع منه كلمة يؤاخذ عليها
وجب توبيخه بحزم وعزم، ويوصيه بالابتعاد عن القساوة في تربيته، لأنها تؤدي إلى خشونة طباع بنيه وصلابة قلوبهم وتحجر نفوسهم وتمردهم على نصائحهم، فيزدادون إصراراً على فعل المحرمات وبدون مبالاة. هذه هي المبادئ التي أطلقها أبونا يعقوب، والتي تبقى حياً في هذه المدرسة وحياً في أهاليها. أطلب أولاً ملكوت الله وبره، والباقي يزاد لكم. بهذا الكلام يدعونا الرب يسوع ألا ننسى السماء ونحن على الأرض، ويؤكد لنا أن كل عطية صالحة إنما هي من أبينا السماوي. فإذا اشتغلنا للسماء ووضعنا اتكالنا على الله، توفر لنا ما نحن بحاجة إليه. يقدم لنا الرب يسوع برهان طيور السماء وزنابق الحقل للتأكيد على عناية الله بنا، وعلى أن الإنسان الغني هو غني الروح لا غني المال، وهو غني الفضيلة لا غني الأملاك والثروة. إلى اكتساب غنى الروح وغنى الفضيلة سعى دوماً الطباوي أبونا يعقوب في حياته التاريخية، فتجلت العناية الإلهية فيما حقق من إنجازات تلامس المعجزات، من دون أن يمتلك مالاً في المصارف، وهي إنجازات تعجز الدولة عن إنشائها لأنها تملك المال لا غنى الروح والفضيلة. أن نطلب ملكوت الله وبره يعني أننا نضع ذواتنا بين يدي الله الذي يقودنا بحكمة وحب نحو كمالنا، وفي الوقت عينه يولينا كرامة المساهمة في تحقيق تصاميمه. إن ثانوية فالبيرجاك ترى نفسها في هذا اليوبيل المئوي لتأسيسها أمام تحديات روحية وأخلاقية واجتماعية ووطنية. هي حاجات شعبنا اليوم وعائلاتنا وأجيالنا الطالعة. هذه الحاجات تناقضها الممارسة السياسية عندنا، وقد طغى عليها الفساد والممارسة الطائفية والمذهبية والسعي إلى الغنى غير المشروع وتسييس المشاركة في الحكم والإدارة وجعلها محاصصة، والتدخل السياسي والحزبي الضاغط على القضاء. فإذا بنا أمام تقويض للدستور بنصه وروحه وتشويه لفلسفة الميثاق الوطني. إن هذه التحديات تندرج في الرسالة التربوية التي تنهض بها مدرسة فالبيرجاك، كما مثيلاتها من مدارسنا الكاثوليكية. فلا تستطيع مدارسنا أن تكون في موقع المتفرج، بل عليها أن تربي أجيالنا على التقيد بالقيم الروحية والأخلاقية، والعيش وفقاً لمقتضيات الإيمان المسيحي وعلى المبادئ الأساسية الوطنية كمسلمات العيش المشترك في المجتمع اللبناني الواحد، وهي أربع مسلمات أساسية تشكل معنى لبنان: الحرية
المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون ما تمييز، العيش الكريم على أرض الوطن، التكامل والتضامن في إطار الدولة الواحدة، والولاء التام للوطن الواحد. مدارسنا مدعوة لتعزز في قلوب أجيالنا الطالعة محبة الوطن والولاء له، ومعرفة قيمه وقيمته بميزاته ودوره ورسالته في بيئته المشرقية. ومدارسنا مدعوة لتربي أجيالنا الطالعة على قدسية الواجب والحرية المسؤولة التي تتحرك في خياراتها بين ما هو جميل وحق، وعلى معرفة الآخر المختلف واحترامه في ثقافته. إذا ربينا على هذه القيم المقرونة بالعلم الرفيع، هيأنا لوطننا أحسن مواطنين وأفضل مسؤولين سياسيين. بهذه الاستعدادات والمقاصد ننطلق من اليوبيل المئوي الأول لمدرسة فال بيرجاك، المتزامن مع بداية إعلان دولة لبنان الكبير نحو يوبيل تربوي جديد بقوى متجددة وتطلعات واعدة، باسم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، له المجد والتسبيح الآن وإلى الأبد، آمين. نؤمن بإله واحد. نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا عند بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. إيطلوت مربحي دلوه والوطلوه دم حاج طليوت، ونبسوغ الطيبوتوخ إعول البيتوخ صود بايك لوت قوت شوت. سلام على إيمت المران ألوهن قبل قربونه إترحى مالك
أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وكل آلامه الخلاصية نذكر على هذا المذبح كل الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية والدة مريم ومر يوسف البتول ومرمرون ومر يوحنا مارون والطباوي أبونا يعقوب. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، جمعية راهبات الصليب ومؤسساتها، مدرسة فان كيرشاك وأسرتها التربوية، إدارة، معلمين، أهلا وطلابا. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك أخي الحبر النبيل، إخوتي كهنة المسيح وخدام الروح القدوس. Thank you.
يكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. برخمور أبو ريش ريشوني. فنرفع عليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مسبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد. برخمور أبو ريش ريشوني. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. ومتهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكاروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. أودك دم حاشودي لمعبد حي ساب اللحم بدا وقادي شوتو وبارخ قادش
يسوع يا بنت الميتة وكدما سأخون منك الخون هونو دانيتا فغرديل دحلو فيكون وحلق ساقية متقصي ومتيهر وصوية حوبي والحاية للعلم علمين وخانوا عالقصو دمزغوا من حمرو من مايو بارخ قادش ويا بلد الميدا كدمار سابشتا ومنه الخون هونو دانتا دمو دير بياتي دحلو فيكون وحلو ساقية متشال ومتيه حصول الحوب والحاية لنور مرمي كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي لهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك الخاتل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك وتظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا يا رب ارحمنا وارسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محييا
ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب. وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح. مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل أبينا مار فرانسيس بابا روما وغبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مع سائر الأساقفة، لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك القدوس، نسألك يا رب. أيها الشباب، الوطن هو أنتم، إن كنتم فضلاء فضيلة تسود، وإن كنتم أشرارا شر يعم. أعطنا يا رب أن يعيش الوطن في قلوبنا ونعيش نحن في قلب الوطن، فنمارس روح المواطنية الصالحة والعدالة الحقة والمسامحة المترافعة والعيش المشترك، عاملين بحسب هذه القيم الوطنية التي نشأنا عليها في مدرستنا، طالبين إليك أن تمنح حكامنا المدنيين والمسؤولين بيننا روح الحكمة والترفع من أجل رفعة وطننا، فيبقى وطن الرسالة في تنوعه وفي حريته وفي إيمانه، نسألك يا رب. أبونا يعقوب، التربية تكون بدون قلب وبدون حياة إذا لم تشترك الأم فيها، وتكون بدون عزم وبدون قوة إذا لم يكن للأب يد فيها. أعطنا يا رب أن نحافظ على حضورك في قلب عائلاتنا، فلا ننسى أننا خلقنا لأجل بنينا، وقونا لنساعدهم على وضع حجر الأساس الذي يقوم عليه صرح مستقبلهم، ليعملوا على تحسين توعية حياتهم وعلى رفعها نحو الأسماء، نسألك يا رب. يقول أبونا يعقوب، أعلم أن المدرسة أم حنون، فإياك أن ترشك بسهام الطعن من ضحوا بنفوسهم في سبيل نجاحك. أعطي يا رب أهلنا من فيض أبوتك ومن طيوب نعمك مكافأة لأتعابهم لما يتكبدونه في سبيلنا، واجعلنا نقدر تضحيات معلمينا
وسهرهم الدائم على نمونا وعلى تقدمنا في صروح المعرفة والحياة. وأحط مدرستنا بعنايتك لتبقى الأمة الثانية التي تحافظ على زهرة شبابنا زاهية زاهرة تضوع إيمانا بك وخيرا للناس، نسألك يا رب. يقول أبونا يعقوب: على المعلم أن يكون صاحب عزم وصفاء وإنصاف وجد وحكمة، متجدداً كل التجدد لما فيه فائدة متعلميه ومصلحتهم. أعطنا يا رب أن نعيش رسالة التعليم بصفاء الضمير وبعزم العطاء وبحكمة التجدد، فنغرس في متعلمينا حب الكنيسة والعائلة والوطن، وننمي فيهم المبادئ الإنسانية والروحية، نسألك يا رب. يقول أبونا يعقوب: وجب علينا الاعتناء بتربية أجيالنا لأنهم ودائع ثمينة تمننا الله عليها. أعطنا يا رب نحن الجماعة الديرية في الفال أن نقوم برسالتنا التربوية بكل إيمان وبصبر وبثبات، محافظات على روح مؤسسنا الطوباوي أبونا يعقوب، فنغرس في قلوب أولادنا محبتك الدافئة والقيم الإنسانية السامية والأخلاق الكريمة لينمو بالقامة وبالنعمة، فيكون شابات وشبانا كبار النفوس وداعي القلوب متحرري العقول، نسألك يا رب. أذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. Thank you.
يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا سار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تقوى علينا التجربة في الملتوية برخمور أبون لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح. من بعد ما يتناول غبطة أبينا وسيادة المطران، رح يتوجهوا على الممر النصفي تيناولوا فقط أول 6 صفوف، ورح يتوجه عن ميلة الشمال تقريبا حوالي 7 كهنة بحسب تقسيم الزونات، و7 كهنة عن ميلة اليمين. 5 رح بيكونوا موجودين بالممر النصفي يمين وشمال، 5، ورح بيكون في كهنان عم على شمال المسبح ويمين المسبح. وأبطلب منكم نضلنا بأماكننا لحد ما يوصلوا الكهنة لعندكم ويناولوكم. شكرا. Thank you.
أنتم باللحم الأرض، فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه؟ Jesus,
حمد بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. À l'occasion de la célébration du centenaire de l'école Vampère Jacques, Sa Sainteté le Pape François est heureux de faire mémoire du bienheureux Abuna Yacoub, fondateur de la congrégation des Sœurs franciscaines de la Croix du Liban, qui a également créé cette institution éducative. Le Saint-Père s'est joint aux religieuses de votre institut, aux pasteurs, aux bienfaiteurs, aux anciens élèves, aux élèves actuels de Vampère Jacques, à leurs parents et à toutes les personnes réunies en vue de remercier le Seigneur pour tous les biens réalisés à travers cette école. Il vous encourage à poursuivre sans relâche, à la suite du fondateur et des pionniers de cette belle œuvre, le sacrifice et les efforts afin de préserver les cachets particuliers de cette école d'inspiration chrétienne et de ne pas séparer la formation spirituelle de la formation culturelle. En vous souvenant qu'au-delà des changements de l'histoire et de la sensibilité des jeunes, il y a les dons de Dieu qui sont toujours actuels et qui contiennent une force qui transcende toutes les époques et toutes les circonstances. En confiant la communauté éducative de Vampère Jacques ainsi que l'ensemble des Sœurs franciscaines de la Croix du Liban à la sollicitude maternelle de la Vierge Marie, Sa Sainteté leur accorde bien volontiers une particulière bénédiction apostolique qu'il étend à toutes les personnes qui prennent part aux festivités jubilaires. Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État. بمناسبة الاحتفال باليوبي المئوي لمدرسة فالبرجاك، يسر قداسة البابا مار فرانسيس تذكر الطباوي أبونا يعقوب الكبوشي مؤسس جمعية راهبات الصليب لفرانسيسكانيات اللبنانيات التي أسست بدورها هذه المؤسسة التعليمية. ينضم قداسة البابا إلى راهبات المؤسسة وإلى رعاتها وإلى المحسنين إليها وإلى القدامى وإلى متعلميها الحاليين وذويهم وإلى كل الحاضرين اليوم كي يشكر الله معهم على ما قدمته هذه المدرسة من نعم ومن خيرات، ويحثهم على السير متأثرين المؤسس وكل من تفانى بعده في خدمة المؤسسة، وذلك بالمحافظة على رونقها الروحي المسيحي دون الفصل بين التنشئة الروحية والثقافية فيها، منتبهين لأنه وإلى جانب التغيرات في التاريخ وفي حساسية الشبيبة هناك مواهب أنعم بها الله على الإنسان وتبقى حالية على الدوام، حاملة قوة تتعالى فوق جميع الأزمنة والظروف. وهو اليوم يسلم إلى عناية العذراء مريم الهيئة التعليمية في مدرسة فالبرجاك والراهبات، ويهبهم جميعا مع كل الحاضرين بركته الرسولية. Thank you.
نشكرك أيها الرب لله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا برخمور أبون رشريشوني ولمجد ابنك اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، ولك ليق المجد والإكرام ولأبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. اذهبوا بالسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. لحظات لسورة تذكارية مع صاحب الغبطة والنيافة. يرجى من حضرة الرئيسة العامة الأم جانيت أبو عبد الله ومجلس المدبرات والأخت ماري يوسف مديرة المدرسة، وإلى جميع الراهبات المسؤولات في الإدارة والمدرسة ومسؤولات المجالس المختصة، وإلى رئيس وأعضاء الهيئة التعليمية وأعضاء لجنة الهيئة التعليمية ورئيس وأعضاء لجنة الأهل ورئيسة وأعضاء رابطة القدامى، التوجه إلى المنصة لأخذ السورة التذكارية مع صاحب الغبطة والنيافة. نبيل مبارك. Yeah.